السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي أخبار كريم، واللي بيتكلم النهاردة عن إن مواجهة تاريخية تدعم فريق ليفربول أمام ريال مدريد، وبشرى مهمة جدا لنجمنا المصري محمد صلاح. فخليكم معانا عشان تعرفوا إيه المواجهة التاريخية اللي بتدعم فريق ليفربول، وايه هي البشرة اللي بينتظرها نجمنا المصري محمد صلاح. اصفرت قرعة دور الستاشر لبطولة دوري ابطال اوروبا عن مواجهة من العيار الثقيل ما بين ريال مدريد وفريق ليفربول، وتعد مواجهة ريال مدريد وليفربول نهائي مقرر لنسخة البطولة الماضية من بطولة دوري ابطال اوروبا اللي حسمها فريق ريال مدريد على حساب ليفربول بهدف مقابل لا شيء في العاصمة الفرنسية في مايو الماضي، واللي كان أحرز الهدف النجم الكبير جونيور فينيسيوس. وقبل النسخة الماضية كان فريق ليفربول سقط أمام فريق ريال مدريد في نهائي نسخة 2017-2018، كما ودع أيضا من الدور ربع النهائي في نسخة 2020-2021 بالخسارة أمام ريال مدريد. ما يمنح رجال المدير الفني يورجن كلوب أكتر من دافع للصقر وإقصاء فريق ريال مدريد في هذا الموسم. وبالحديث عن الصقر أيضا، هيملك أيضا الفرعون المصري محمد صلاح نجم هجوم ليفربول عدة دوافع عشان ينتقل من ريال مدريد، وهو الهدف اللي فشل في تحقيقه قبل 6 شهور من الآن. وكان محمد صلاح أكد في أكتر من مناسبة قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي باريس عن رغبته في الفوز على ريال مدريد والانتقام من إصابته في نهائي 2018 بالعاصمة الأوكرانية كييف، وخروجه بعد نصف ساعة تقريبا من المباراة اللي خسرها فريق ليفربول بنتيجة 3-1، وده كان بسبب تدخل عنيف من النجم الكبير سيرغيو راموس قائد ريال مدريد وقتها. فالمواجهات التاريخية بتدعم ليفربول أمام ريال مدريد، فلحسن حظ ليفربول ومحمد صلاح فإن تاريخ مواجهات ليفربول مع ريال مدريد بيحمل بشرى سارة للفريق الإنجليزي. بالرغم من تفوق ريال مدريد في مجموع مواجهاته التاريخية أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، فإن الأخير تفوق في المواجهة الوحيدة اللي جمعت ما بينهم في دور الستاشر، والتقى الفريقين في ثمن النهائي بتاع نسخة 2008-2009 من دوري أبطال أوروبا، وفاز فريق ليفربول ذهابا على ملعب ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء قبل أن يحقق فوز عريض على أرضه بأربعة أهداف مقابل لا شيء في مباراة الإياب عشان يحصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي. وبخلاف هذه المواجهة التقى الفريقان 3 مرات في النهائي، فاز الريال في مبارتين وانتصار وحيد لفريق ليفربول، فيما تأهل الفريق الملكي من المواجهة اللي جمعت ما بينهم في الدور ربع النهائي، كما انتصر أيضا ذهابا وإيابا حين التقى في دور المجموعات في نسخة 2014-2015. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن مواجهة تاريخية تدعم ليفربول أمام ريال مدريد، وبشرى لصالح نجمنا المصري محمد صلاح. في النهاية نتمناها مباراة ممتعة تمتع جميع جماهير كرة القدم العالمية، المباراة المنتظرة من كل فئات الكرة الإنجليزية والأسبانية. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين.